الله عز وجل ويرفع بنا راية الإسلام، وراية الإسلام مرفوعة لا محالة، ولكن نسأل الله عز وجل أن يرفع راية الإسلام على أيدينا. فالشيطان عياذا بالله يسكن في قلوب الغافلين، وأهله وعشيرته الطواغيط، لأنهم يعبدونه، يعبدون الشيطان. والله عز وجل يقول: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ألم تفكروا؟ ألم تتدبروا؟ ألم تستعملوا هذا العقل، النعمة الجميلة في طاعة الله وفي مرضاة الله عز وجل؟ فالإنسان لا يعبد إلا الله، لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أهناك رازق مع الله؟ لا والله، حاشا لله. الله عز وجل هو الذي تكفل بأمر الرزق، فلو كان رزقك على شيطان أو على إنسان لحرمك ومات العالم كله جوعا، ولكن الله عز وجل يرزق المؤمن والكافر، بل قد يكون الله عز وجل يعطي للكافر أكثر من المؤمن، لأن الكافر ليس له إلا الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أما المؤمن فيبتلى لكي يمحص، لكي ينقى، لكي يطهر، لكي يصل إلى الله عز وجل، والله عز وجل راض عنه ويصلح للحياة في الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا الأطهار، إلا العابدين، إلا الساجدين، إلا الذاكرين لله رب العالمين. فلا تكن من أعوان الشياطين ومن أتباع الشياطين، تكون عونا للشيطان بمساعدته على إيذاء الناس، تكون عونا للشيطان ببعدك عن طريق الرحمن، فلا تكن من هؤلاء الطواغيط بمساعدتك للشيطان الرجيم. مكان جهنم الدائم في الآخرة، مكان إبليس الدائم جهنم وبئس المصير، مكانه في الآخرة ملوش الجنة. مهما بلغت رحمة الله عز وجل ومهما أنزل الله عز وجل كل أجزاء الرحمة يوم القيامة، حتى أنه يطمع من كثرة رحمة الرحمن، يطمع في رحمة الله، ولكن الله عز وجل حكم عليه في الآخرة بالخلود الدائم في جهنم وبئس المصير. درجة إبليس عند الله عز وجل وعند المؤمنين فاسق من الدرجة الأولى، لأنه فسق عن أمر ربه بعدم طاعته لله رب العالمين. ولذلك أي إنسان يخرج عن الطاعة ويفارق الجماعة، الله عز وجل يغضب عليه و يدخله الله عز وجل النار. وإن شئتم فاسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أردتم أن تسمعوا فصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أختصر الحديث: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإن أمة محمد لا تجتمع على الضلالة أبدا. الله أكبر. وإن أمة محمد لا تجتمع على الضلالة أبدا، فمن خلع الطاعة، فمن ابتعد عن طاعة الله، فمن خلع الطاعة وفارق الجماعة. الله. إذن يعني الجماعة دي الاعتصام ده أمر لازم لأمة الإسلام، وعدم التفرقة أمر مهم لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف الطاعة وفارك الجماعة وضيع أمر الله وخالف حكم الله فقد لقي الله وهو عليه غضبان وأدخله النار.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن خلع الطاعة، ابتعد عن طاعة الله وابتعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ناخذ فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم حتى نعود نستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. سنعود. مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية، عيادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، علاج حالات الإجهاض المتكرر، جراحات أمراض النساء، إزالة الالتصاقات والأورام الليفية باستخدام المناظير. العيادة النسائية للطب وتجميل الأسنان دكتورة مها الطنطاوي، التبييض الدائم للأسنان. العيادة المتخصصة لأسنان اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أحبتي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أي الشاردة أي المبتعدة عن الجماعة. والحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. من الذي يفرح بفرقتنا أمة الإسلام؟ أول من يفرح فينا إبليس اللعين. إبليس اللعين الذي قال لربه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لأبعدنهم عن صراطك المستقيم. رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قعد ابن آدم بطرقه ففعل الإسلام، وقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ أسمى أم يستمع له؟ ثم قعد له بطريق الهجرة وقال له: أتهاجر وتذر أهلك ومالك وما إلى ذلك؟ فلم يستمع إليه وهاجر. ثم قعد له إبليس اللعين بطريق الجهاد، قال: أتجاهد ومشقة وعذاب وتترك المرأة فتقاتل فتقتل فتنكح بعدك ويورث مالك؟ فلم يستمع إلى الشيطان وجاهد. فيقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فمن فعل ذلك أدخله الله الجنة، ومن قاتل حتى يستشهد أدخله الله الجنة، ومن مات غريقا أدخله الله الجنة، ومن ركضته فرسته فمات أدخله الله الجنة. كل ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. من لم يستمع إلى أوامر الشيطان ولم ينصاع للشيطان أدخله الله عز وجل الجنة. فبالتالي الشيطان يقعد لنا بكل صراط وبكل طريق ليبعدنا عن طرق الله، عن طرق الرحمن، ويجعلنا نمشي في طريق الشيطان عياذا بالله. فعلينا أن نتمسك بحبل الله المتين، وعلينا بالجماعة. درجة الشيطان فاسق، الأقطار اللي بيقعد فيها الشيطان إيه؟ بيقعد في المجالس التي لا يذكر فيها اسم الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرئ قام من مجلس لا يذكر اسم الله فيه إلا وقام وهذا المجلس يكون عليه حسرة يوم القيامة. الله يا الله يا الله، إياكم أن تجلسوا مجلسا
ولم تذكروا الله عز وجل فيه. إياكم أن تجلسوا مجلسا وتغتابوا الناس وتنموا عن الناس وتهتكوا أعراض الناس. فالمسلم ليس بفاحشا ولا متفحش وليس بمغتاب وليس بنمام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم لا يكون فاحشا ولا بذيئا. فالإنسان لو جلس مجلس أي مجلس فعليه أن يذكر الله عز وجل. طريق الرحلة طريق عوجاء ليس سقيما، وإن طريق الشيطان طريق عوجاء. رأس ماله الأماني. الشيطان يمني الإنسان ويؤمله في الدنيا ويطول أمله في الدنيا ويفتح له أبواب كثيرة وكلها من الأمان وكلها من الخيال، ولكن الحقيقة ما أكل آدمي طعام قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، هذا كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيطان يمنيك يقول اتبعني وأنا أفتح لك طرق كثيرة، أنا أغنيك، أنا أرزقك بمكان فيه آثار، فيه كنوز، فيه مال، فيه ويمنيك ويؤملك، وكل ذلك من الخيال، دروب من الخيال. كل من مشى في طريق الشيطان في النهاية وجد نفسه مشى في ضرب وفي طريق كله أماني مليئة بالخيال بالتخييل، ولكن الله عز وجل طريقه سليم، طريقه قويم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجل يقول له اعطني يا رسول الله ووجده صحيحا. أما رسول الله حينما كان يجد إنسان يستحق الصدقة ولو لم يكن رسول الله معه المال كان يقول اذهب إلى فلان اليهودي وابتع علي، أي خذ على حسابي. وكان اليهودي يعطيه ثقة وصدقا ولأمانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما كان يجد شابا قويا لا يعطيه. أنا أقول ذلك لماذا؟ لأن طريق الكسب السهل اللي هو طريق مد اليد الأيدي أصبح ميسرا الآن للشباب وللنساء، وأصبحت دلوقتي المرأة بتضع على وجهها نقابا وتتدارى وتستتر وراء النقاب وتمد يديها. والله لو عملت بهذا النقاب وعملت بتعاليم الإسلام لله عز وجل فتح لك طرق الحلال المشروعة ورزقك من يعولك دون أن تمد يديك، ولكنك للأسف الشديد استسهلت مد اليد عن التعفف، وهذا ليس من الإسلام. الإسلام قال والقرآن قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم سيم الإسلام، لا يسألون الناس إلحافا. فكيف بك تنتقبين ثم أو تتحجبين ثم تمدون يدك بحجة أن زوجك مريض أو ابنك مريض؟ فابحثي عن عمل شريف بدلا من أن تمد يديك لذئب بشري يستخدم أو يستغل مادة اليد ويودي بك إلى طريق الشيطان وحبائل الشيطان عياذا بالله. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العفة والتعفف. طبعا مجالس الشيطان في الأسواق، وإياكم والأسواق. قال عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شر البقاع في الأرض الأسواق وخير بقاع الأرض المساجد. فبالتالي الأسواق عكس المساجد. لا مانع أن ندخل الأسواق، يعني أنا لا أمنع أحد من دخول الأسواق، ولكنك تتسلح عند دخولك في كل لحظة وفي كل دقيقة بذكر الله وبالاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تعلم حين ذاك في هذا المكان الشيطان يحيط بك من كل مكان. أنا في عجالة بس عشان أبدأ أناقش أمور ديننا معاكم قبل أن يأتينا الاتصالات. أعداء الرحلة أعداء إبليس مين؟ المسلمين. أنت هو عدوك، إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. فالشيطان عدوك، فبالتالي لا تترك فرصة لعدوك يتسلل إليك من أي مدخل أو منفذ ليبعدك عن طريق الواحد الديان. فوحدوا من لا يغفل ولا ينام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إذا شاء الله. دليل الشيطان بيمنيك السراب الخيال،
ما عندوش دليل غير ان هو يعيشك في خيال ويعيشك في سراب. شعار العمل، شعار عمل ابليس: النفاق سيد الاخلاق. طب هل يكون المسلم عياذا بالله منافق؟ لا والله. هل يكون المسلم غشاش؟ لا والله. هل يكون المسلم كذاب؟ لا والله. هل يكون المسلم متكبر؟ لا والله. هل يكون المسلم منافقا؟ لا والله. طيب، يبقى عند هذا الحد نخرج إلى فاصل قصير ونعود نستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. سنعود. مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية، عيادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، علاج حالات الإجهاض المتكرر، جراحات أمراض النساء، إزالة الالتصاقات والأورام الليفية باستخدام المناظير. العيادة النسائية لطب وتجميل الأسنان دكتورة مها الطنطاوي. التبييض الدائم للأسنان، العيادة المتخصصة لأسنان الأطفال. التركيب التقويم الشفاف، تركيب أحدث أنواع الأسنان الثابتة والمتحركة بدون معدن. مركز المرأة والرجل، 37 شارع الجيش، القاهرة. عدنا. اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أحبتي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إبليس اللعين هو عدو الموحدين، ويحب من الناس الغافلين. الغافلين عن ذكر الله هم أحباب إبليس اللعين. فإذا أردت طريق الرحمن فكن دائما وآبدا في ذكره، لأن الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بالتالي طبعا زوجته من الدنيا الكاسيات العاريات الغافلات عن ذكر الله، يحب من الغافلين، يزعجه الاستغفار. الاستغفار يولول إبليس اللعين، الاستغفار يململ إبليس اللعين. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. ولذلك يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق الله العظيم. نعم يا ربنا، والله إنا نقدسك ونعظمك ونجلك قدر استطاعتنا، فلا تؤاخذنا بما لا نطيق، ولكننا نؤمن بك ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن دستورا وبمحمد نبيا وبالكعبة قبلة. آمنا بك يا ربنا، فنسأل الله، نسألك يا ربنا أن تثبتنا على التوحيد في الدنيا وفي الآخرة، وأن تباعد بيننا وبين الشياطين، وأن تباعد بيننا وبين الغافلين عن ذكر رب العالمين. كتابته الوشم، الوشم دي بقى عايز أقف معاها دقيقتين اتنين.
أنا بجد إن بسم الله ما شاء الله شباب مسلم منور كده جميل وبيروح صلاة الجيم وده لا بأس بيها، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الإسلام يحبذ ويدعو لذلك على القوة، ولكن قوة الإيمان، قوة القلب السليم، قوة الطاعة قبل قوة الجسد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولكننا نحبذ الاثنين معا، قوة الإيمان، قوة العقيدة، وقوة الجسد. أنت أعطاك الله عز وجل صحة لتتقوى بها على طاعة الله، لتكون جندا من جنود الله. سرعان البعض، مش الكل، سرعان البعض من الشباب من أبنائنا أبص ألاقيه لابس بضي مش مكمل نص كم، هو ربع كده أو كط، وراسم الوشم على دراعه وعلى صدره وما إلى ذلك. أقول لك يا أخي الحبيب، والله إني أحبك في الله، أقول لك أن هذا من فعل الشيطان والتشبه بالشيطان الرجيم، فابتعد عن هذا الأمر طاعة لله عز وجل، واتق الله عز وجل وخاف الحسد. الله عز وجل أعطاك نعمة الصحة، عليك أن تذكر الله عز وجل في كل لحظة، تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لا أن تتقوى بصحتك على الناس عشان يقولوا ده عضلات، ده بديجارد، ده مش لا يا أخي، هذا ليس من الإسلام. والحكمة قائلة إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. إذا كنت تريد أن تقهر الناس بجسدك بأن أنت تفرض عضلاتك عليهم وعشان الناس يخافوك، لا، خف أنت الله أولا. فالله عز وجل إذا خفته يخيف منك كل شيء حتى ولو كنت ضعيفا هزيلا. فالعبرة بقوة الإيمان وصلابة القلوب وثباتها على طاعة الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم يقول اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فأسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلبي وقلبك وقلب المؤمنين الموحدين لله رب العالمين. فإياكم والوشم. كذلك المرأة، أرى أن المرأة ماشية رسمة في أماكن معينة، أنا طبعا يعني أستحي أن أذكرها لا أمام حضراتكم ولا أمام نفسي، بما يسمى أنا مش عارف أقول ولا لا، يعني التاتو والوشم والجعران وما إلى ذلك، دي كلها من حبائل الشيطان وكلها يسكن فيها الشيطان الرجيم. فإذا أردت أن يحيا معك في جسدك الشيطان الرجيم في كل نبضة من نبضاتك وكل حركة من حركاتك وكل عضو من أعضاء جسدك، فعليك بهذا الوشم. لكني والله أحذرك، أقول لك اتق الله في صحتك، اتق الله في جسدك، وكن مؤمنا بحق، أحب إلى الله ولست أحب إلى الشيطان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. واشكر الله عز وجل أن أعطاك هذه النعمة، واستخدم هذه النعمة في الوقوف نصف ساعة بين يدي الله الواحد القهار، وقل لك يا ربي أقف، لك يا ربي أركع، لك يا ربي أسجد، لك يا ربي أخشع، لك يا ربي أخاف، ولا أخاف إلا منك يا ربي. فالله عز وجل يزيدك صحة على صحتك وقوة على قوتك. والإسلام في أمس الحاجة إلى الشباب المؤمن التقي القوي. الشباب يحتاج إليكم يا أمة الإسلام، أيها الشباب، يا شباب الأمة، عودوا بقوة إلى دينكم وارفعوا راية الحق، ارفعوا راية الإسلام بفقه وبعلم وبقوة وبعقيدة وبفهم صحيح وبفهم دقيق وبفقه لديننا، لأننا الآن في أمس الحاجة لرفع راية الإسلام، لكي يعلم العالم كله أن الإسلام دين العلم، دين السلم، دين المسالمة. فاصل ثم نعود حتى نلقاكم، نستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم.
سنعود. مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية، عيادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، علاج حالات الإجهاض المتكرر، جراحات أمراض النساء، إزالة الالتصاقات والأورام الليفية، استخدام المناظير. العيادة النسائية لطب وتجميل الأسنان دكتورة مها الطنطاوي. التبييض الدائم للأسنان. العيادة المتخصصة لأسنان الأطفال. التركيب التقويم الشفاف. تركيب أحدث أنواع الأسنان الثابتة والمتحركة بدون معدن. مركز المرأة والرجل 37 شارع الجيش القاهرة. عدنا. اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أحبتي في الله، عدنا بحول الله وقوته. بيت الشيطان، اسمعوا يا أمة رسول الله وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بيت الشيطان الحمام والخلاء، وأي مكان قذر حتى ولو كان في بيتك مكان فيه قمامة وزبالة أو رائحة كريهة، تأكد أن الشيطان يجلس به طالما أنه شيطان عاصي كافر مشرك. أما الجن المسلم فيجلس في الأماكن الطاهرة، لأنه مثله مثلك، يعبد الله ويخاف أو يبتعد عن القذر، ودائما وأبدا يطهر نفسه، لأنه ما أنزل عليك من عقائد وشرائع أنزل على الجن، وهم مكلفين، هم مكلفون بالإسلام كما أنت مكلف بالإسلام. وقلت لك في حلقات سابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان داعي الجن يدعوه فيقرأ عليهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويعلمهم كيفية الطهارة وكيفية الوضوء وكيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية الحج وما إلى ذلك. ولذلك تجد أن المسلم، الجن المسلم، يحج كما تحج ويصوم كما تصوم ويفعل الأفعال كما يفعل المسلمون، لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي ده برضو الأساس الذي خلقوا من أجله كخلقك أنت أيها الإنسان. فإياكم أن تتركوا بيوتكم عرضة للأقذار حتى ولو كان حبل عنكبوت. الشيطان يجلس في حبل العنكبوت، فعلينا أن ننظف بيوتنا من العناكب ومن خيوط العنكبوت، لأن الشيطان يجلس بها في البيوت، كذلك في الحمامات والمراحيض. فلا تنسى قبل دخولك الحمام أن تذكر اسم الله قبل دخولك الحمام، وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكروا الشيطان أو ذكروا الجن، والخبائث أنثى الشيطان أو أنثى الجن. فالدين، الدين دين نظافة، يحثنا على النظافة. فإذا كان الإنسان لم يكن نظيفا في ملبسه ومطعمه ومشربه ومسكنه ومنامه، فمتى سيكون نظيفا؟ الإسلام دين النظافة، الإسلام دين الطهر والطهارة. فابتعدوا عن هذه القذارة ونظفوا بيوتكم وطهروها، ودائما وأبدا تحسسوها بالأشياء المطهرة حتى لا يسكن بها الشياطين. دائما وأبدا سورة البقرة والقرآن والرقية الشرعية تقرأ في بيوتنا من باب الوقاية خير من العلاج. وقاية وسد منافذ الشيطان خيرا لنا من أن نبحث بعد ذلك عن كيف نبعد الشيطان بعد أن تلبس ببيوتنا وبأجسادنا وبأبنائنا وبناتنا. كل ذلك علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في دين الإسلام. ولكني أعود ثانية وأذكر، ليس من باب التيئيس ولا التثبيط، ولكن من باب شد العزائم والهمم، شد الهمم
وتقوية العزائم، أننا نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لحضراتكم من منذ سنوات أن سيدنا عبد الله بن عمر كان يمشي في طريق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريح دابته يريحها شوية، فنزل عن دابته وقال: حتى تستريح أصلي ركعتين شكرا لله أن رزقني الله عز وجل الصحة وهذه النعمة، وأن رزقني الله عز وجل هذه الدابة، غير كثير من الناس ليس عنده دابة، فيصلي ركعتين شكرا لله. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليه حينما يمر بالبقعة التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراح دابته، كان يريح دابته كما فعل رسول الله، وكان يصلي ركعتين شكرا لله كما كان يفعل رسول الله. إلى أي مدى كان أصحاب رسول الله متمسكين بسنة رسول الله؟ وإلى أي مدى معظم الأمة، وليس الأمة بكاملة، معظم الأمة مبتعدين عن سنن رسول الله في الأقوال والأفعال والتقريرات؟ وإلى أي مدى ابتعدنا وتفرقنا وتشرذمنا؟ ولا أي مدى أكلت منا الأمم ونهشت في عظامنا ولحومنا بسبب أننا ابتعدنا عن الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتشدق بالإسلام ونحن أبعد الناس عن تعاليم الإسلام وتعاليم القرآن وتعاليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من رحم ربي. أنا لا أتشدد والله، وأنتم تعلمون أنا لا أتشدد في شيء، بل أعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان الحبيب المصطفى والنبي المجتبى أبعد الناس عنه، لأنه يخالف قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كل ما أطلبه منكم يا أمة الإسلام: كفانا غفلة، كفانا غفلة، كفانا نوما، والله سنقف أمام الله عز وجل، سنقف أمام الواحد الديان، وسيسألنا الله عز وجل عن الفتيل والنقير والقطمير. أتدرون ما الفتيل؟ هو الذي يشق نواة البلحة، والقطمير هو الغشاء الأبيض الذي يلف نواة البلحة كالسلفان، والنقير هو النقر البسيطة في نواة البلحة. هذه الأشياء البسيطة سيسألنا الله عز وجل، إن لم يتغمدنا الله عز وجل بفضله ورحمته لا بعدله. الله عز وجل لا إن حسبنا بعدله سيسألنا عن النقير والفتيل والقطمير. أما أننا نضرع ونخشع إلى الله عز وجل أن يحاسبنا بفضله وبرحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تخيلت يا أمة رسول الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمسكين بسنة رسول الله، عاضين على دينهم بالنواجز، كانوا يضحون بالغالي والنفيس بالسمين والغث فداء لرفعة راية الإسلام، ونحن نجلس في التكييف وأمام التلفاز وأمام البرامج وأمام المباريات، والأذان يؤذن ولا نلقي له بالا، وكأن في أذنينا قد صب الرصاص، عياذا بالله. عافاكم الله وشفاكم وأيدكم بنصره وردكم لدينه مردا جميلا، ولكني والله أقول في عجالة، لأن الوقت يسرقنا، وأنا أريد أن أخرج كل ما في نفسي وفي قلبي لأمة رسول الله حتى لا أكون من المقصرين، فأسأل الله عز وجل أن أكون من العاملين قبل أن آمركم بشيء ولا آتي به. أسأل الله عز وجل أن آمركم بكل ما أمركم به وأن آتي به، وأن يتغمدني الله عز وجل برحمته، وأن يتجاوز عن تقصيري وتقصيركم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، يبقى لباسه طبعا بيلبس كل الألوان، وقلت لكم هذه الجزئية، الوشم كتابته، البيت الحمام والخلاء، صفته مذبذب حسب المصلحة، أينما كانت مصلحته وجد، ليس له مبدأ وليس له غاية إلا إبعادك أيها الموحد بالله عن طريق الرحمن، عن طريق الديان، عن طريق من لا يغفل ولا ينام. ولذلك سئل أحد الصالحين سيدنا الإمام الحسن: أينام الشيطان؟ قال: والله لو غفل لا استرحنا، لو نام لا استرحنا. فهو ما بينامش عشان يبعدك عن طريق الله، فأنت اتخذه عدو ليك، واوعى تنسى ان لك اعداء كثيره جدا، واولهم الشيطان، واولهم النفس الاماره بالسوء، واولهم الاهواء. فبذلك اخرج فاصلا قصيرا ثم اعود الى حضراتكم، استودعكم الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم. اللهم صل على محمد وآله.
وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. سنعود. مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية، عيادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، علاج حالات الإجهاض المتكرر، جراحات أمراض النساء، إزالة الالتصاقات والأورام الليفية باستخدام المناظير. العيادة النسائية لطب وتجميل الأسنان دكتورة مها الطنطاوي. التبييض الدائم للأسنان. العيادة المتخصصة لأسنان الأطفال. التركيب التقويم الشفاف، تركيب أحدث أنواع الأسنان الثابتة والمتحركة بدون معدن. مركز المرأة والرجل، 37 شارع الجيش، القاهرة. عدنا. اللهم صل على محمد وآله، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أحبتي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زملاء الشيطان إبليس المنافقون، زملاء إبليس المنافقون عياذا بالله، أتباعه وأعوانه من الغافلين ومن المنافقين. مصدر رزقه المال الحرام، مصدر رزق إبليس عشان يمنيك ويطيل أملك في الدنيا ويمنيك بالمال هو ماله حرام. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به، وفي رواية: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. ماذا قال له الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني أكل من رزق حلال تكن مستجاب الدعوة. فما بالنا نرى الناس يتطاولون في البنيان ويركبون السيارات الفارهة، ويعني يأتون بالمال من الحل ومن الحرام، وينسون أنهم سيلقون من لا يغفل وينام، وسيسألون عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل هذا المال اكتسبه من حلال أم من حرام، أتي به من مصدر حلال أم من حرام، أنفقه في الحلال أم في الحرام، كل ذلك. فإذا اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال فهو في طاعة الرحمن، وإذا عياذا بالله اكتسبه من حرام وأنفقه في حرام فهو في طاعة الشيطان عياذا بالله. فعلى الإنسان أن يقف مع نفسه وقف طاعة لله وخوفا على نفسه من غضب الله، خوفا على نفسه من عقاب الله، خوفا على نفسه من أن يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان، فينظر الجليل جل في علاه إليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه عياذا بالله. والله لا نقوى على عقاب الله ولا نقوى على غضب الله. فعلينا يا أمة الإسلام أن نتوقف مع أنفسنا لحيظات نصحح فيها النية لله عز وجل، ونعود إلى الله بقلب خاشع ذليل لله رب العالمين، نرجو رضاه ونخاف عقابه. أما الشيطان يأمر أتباعه بالفحشاء، أمر دايما وأبدا بالفحشاء. أمر الشيطان لو أمرك في باب من الخير أو بالمعروف تأكد أن وراء هذا الأمر بالمعروف منفذ آخر للغواية والوقوع في حبائله، يعني ما تغترش به أبدا أن هو يأمرك بشيء وتأتيه، ولكن إذا فعلت أنت شيئا لله حلالا معروفا فجهز النية أن الله عز وجل أمرك بهذا للشيطان، وأن الله عز وجل سيثيبك عليه خيرا وإحسانا، وإثبت على ذلك ولا تتزعزع عن طريق الرحمن. غرفة عملياته طبعا الأماكن النجسة. طبعا أنا قلت الكلام ده أن للأسف الشديد أي ساحر أي دجال أي عراف
الشيطان لا يطيع أبدا، وخاصة في عمل السحر السفلي أو فك السحر السفلي، وخاصة لو السحر ده عرض عليه مبلغ كبير من المال. طبعا في الوقت ده بيتحين الفرصة إبليس اللعين ويقول له ادخل بالمصحف الحمام وقف عليه في الحمام، قف عليه بقدميك بنعليك في الحمام، عياذا بالله، لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله حينما أقول ذلك يقشعر بدني كله ويكاد يتوقف قلبي، لا أتخيل أن إنسانا يدخل بكلام الله بكتاب الله حماما ويقف عليه، أو يدخل بكتاب الله دون أن يقف عليه في الحمام في هذا المكان النجس. ولكن هذا هو أمر الشيطان لأتباعه وأعوانه من الغافلين والغاوين والمنافقين والمخادعين من الصحرة والدجالين، يأمره بدخوله الحمام ومعه القرآن والوقوف عليه بقدميه. بل الأدهى والأمر يأمره أن يتوضأ باللبن في الحمام، بل الأدهى والأمر إن لم يجد لبنا يأمره أن يتوضأ بماء نجس عياذا بالله. فبالتالي ده هذا هو فعل الشيطان عياذا بالله. فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، علينا أن نقف يدا واحدة لمحاربة هؤلاء طاعة لله، طاعة لله الواحد القهار، بمحاربتهم أولا بالكلمة الطيبة مرارا وتكرارا، مرة واثنتين وثلاث، وأنا أفعل ذلك في خطبي ودروسي، حتى كلما أحضر عرسا أنبه أن احنا يا أخواننا في الفرح في العرس عند عقد القران نقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، بنية أن الله عز وجل يحصن فروج الزوجين العروسين من كيد الشياطين ومن الرباط ومن السحر ومن الأعمال. أنا بقول كده بقى دلوقتي، بالأمس القريب قلت ذلك في عقد قران، وأنا أقوله الآن والعالم كله يسمع ويستمع، ولكن للأسف عند العقد نتناسى وننشغل بالشوكولا بالبونبوني وبننسى أن احنا قاعدين في طاعة الله، قاعدين في المجلس ده، في المجلس ده طاعة لله وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال الحبيب محمد أقيموا الأفراح في المساجد، أقيموا الأفراح أي اعقدوا عقود القران والميثاق الغليظ وعقدة النكاح، اعقدوها في المساجد عشان الشياطين لا تقربكم. لكن لو احنا ما ذكرناش ربنا والتهينا بالشوكولاتة وبالبونبوني وبالضحك وبالكلام وبالكلام الجانبي، والإمام أو الرجل الشيخ، طيب السلام عليكم، ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي يا فندم مروه. ما حكم الذهاب الى قارئ الفنجان؟ ما حكم ايه؟ الذهاب الى قارئ فنجان. طبعا ما هو الحديث يا مروه واضح، حوتي من اتى كاهنا او عرافا وصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. ده الحديث واضح وصحيح. طب اللي عايز يكفر عن حاجه زي كده اعملها؟ استغفار، صلي ركعتين توبه لله عز وجل، ودائما وابدا تستغفر الله ولا يعود هذا الشخص الى هذا الذنب ابدا. طب سواء هو ازاي بيعرف اصلا ان حاجات عني؟ نعم، هو ازاي بيعرف القارئ ده حاجات عني يعني؟ بص يا مروه، انت بتقولي له انا بيحصل معايا كذا كذا كذا، بياخد من بقك المعلومات صح؟ الو. طيب هو بتقول الدجال ده والعراف ده بيعرف الكلام ده عني ازاي والحقائق ده عني ازاي؟ السؤال ده سألته أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا هنكمل الحديث إن شاء الله بعد الفاصل، أستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. سنعود. مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية، عيادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، علاج حالات الإجهاض المتكرر، جراحات أمراض النساء، إزالة الالتصاقات والأورام الليفية باستخدام المناظير، العيادة النسائية لطب وتجميل الأسنان دكتورة مها الطنطاوي، التبييض الدائم للأسنان، العيادة المتخصصة لأسنان الأطفال، التركيب التقويم الشفاف، تركيب أحدث أنواع الأسنان الثابتة والمتحركة بدون معدن. مركز المرأة والرجل 37 شارع الجيش القاهرة.
أدنى. اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أحبتي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أختنا مروة كانت بتسأل يعني إزاي الدجال بيعرف عني بعض الحقائق أو أشياء كده. غالبا أولا وأخيرا اللي بيروح بيذهب لعراف أو دجال بيحصل معه أشياء غالبا، وانت مغمضة كده تقول للإنسان ما بتنامش كويس، أحلامك مزعجة، في اختناق، نومك قليل، في أحلام مش كويسة، في كوابيس، بتبكي دايما وابدا. طب ده شيء طبيعي، انسان يعني به شيء في نفسه، الاحداث دي بتحصل مع كل واحد في هذا الامر. دي ناحيه. الناحيه الثانيه، لما سالت سيدنا السيده عائشه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انهم يقذفون بالكلمه فتكون حقا، فيقول لها صلى الله عليه وسلم انها الكلمه الحق، يلتقطها الشيطان فيقذفها في قلب وليه اللي هو الدجال أو العراف أو الساحر، فيخلطها بمئة كذبة. ولذلك هو يقول لك ثلاث أربع حاجات، تقول أيوة، وحاجة تقول لها والله يعني دي مش عارفة وكده. فبالتالي هو بيبني على المعلومات اللي بياخدها، وبيبني على إن المريض ده واللي بيشكي من ألم ده بقول لك فيه الأعراض اللي فيه الحاجات دي، انا بقولها للناس عشان انا عارف كده، بقول لك ايوه، لاني مش بس ده مش دجل، ده اي مريض او فيه جن او ملموس او ملبوس او مسحور دائما وابدا، ان في اشياء بتتحرك في جسمه، في جسده، في الجن بيتكلم على لسانه، في صداع دائما وابدا، نومه قليل لان هو بيجري في الدم، بيجري في العروق مجرى الدم، إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، ده كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالتالي بياخد الحاجات الأساسية دي وبيضيف عليها بقى أشياء تانية، إن هو مثلا يقول لك طب هو الجن بيحاول يخيل لك إن في حد بيمر من قدام منك، حد معاك في المكان، حد كل الأشياء دي، أي واحد معاه جن بيخيله الأشياء دي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أم نغم، سمعت يا شيخ. أنا أم نغم متزوجة ومعايا ثلاث أولاد. اتفضلي. وكنت أحمل يا شيخ من سبع سنين في ابني الوسطاني، مش قادر أتعب شديد خالص، ومش قادر أنام خالص، يعني ما بنامش أبدا، ونمت ساعتين ثلاثة يبقى معجزة كده. عدم النوم بس اللي بيضايقك؟ عدم النوم. نعم. أنت زعلانة من عدم النوم فقط. ووجع في جسمي يا شيخ شديد، ومش قادر ارفع رجلي نهائي، ما بقدرش اعمل شغل البيت ولا البس طلبات زوجي في اي حاجه. طبعا من ضمن الوجع ده كده انا بقول لك في الم في فقرات الظهر من تحت وفي العنق. ايوه طبعا يا شيخ، كله ده موجود، ورجلي بدا يا شيخ مش قادر ارفع خالص عليها، ومش قادر اعمل شغل البيت ولا ارد ولادي ولا اعمل لهم اي حاجه. دايما رجليك ودراعتك منمله. ايوه ساعات بيجيلي فيها تنميل وكان فيها حاجه بتمشي يا شيخ. نعم نعم. طيب انا مش عارفه ايه ده، نفسي اعرف ده ايه واعرف العلاج ايه. طب يا ام نغم، ارجوكي سجلي الرقيه اللي هقولها دلوقتي وتسمعيها تكرارا ومرارا. في الاول انا بقول لك الالم. طب يا شيخ لو سمحت، انا سمعت الرقيه كذا مره بس انا برضه ما بحسش بتحسن، ورحت للشيخ قبل كده اتحسنت شويه وبرضه رجعت زي الاول. طب ما انا هقول لك، مع الرقيه هتحط ايدك في الميه وانت بتسمعي الرقيه، وهتستحمي بها كل يوم قبل النوم، وما ترميش الميه في الحمام لمدة قد ايه يا شيخ؟ 21 يوم، وهتتصل عليا والله باذن الله، انا واثق في الله مش في حد ثاني غير ربنا، هتدعي لي يا ام نغم. طب ده ايه يعني؟ ده حسد ولا ايه؟ ده ان شاء الله حاجات بسيطة كده، لمسة مسة بسيطة وتروح بالقرآن. مسة؟ مسة بسيطة وتروح بالقرآن. طب يا ريت يا شيخ، ده ليه سبع سنين تعبانة جدا والله، مش عارفة أعمل أي حاجة. ما هو لو حسد كان بالمعوذتين راح، لو حسد كان مجرد ما تقرا المعوذتين على شويه ميه وتشربيه. انا قرات كل حاجه، قرات القران وكل حاجه وبسمع قران بس خلي املك في ربنا كبير، وعقيدتك في ربنا ثابته، وان هو ربنا قال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين،
ولا يزيد الظالمين إلا خسار. اعتقد اعتقاد جازم في أن الشافي هو الله، وكرري استماع، كرري استماع الرقية والحموم بمية الرقية دي، وانت وضع ايدك في المية بإذن الله قبل النوم، قبل ما يعني خلاص انت بقى مش هتتكلمي مع حد، هتقرأي بعض من القرآن وتشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتستحمي وما تنشفيش ماء الحموم. الكلام ده مش لأم نغم بس، ده الكلام ده للجميع، ما نتكلمش مع حد، كل كلامنا آخر الحموم ذكر لله وصلاة وسلاما على رسول الله واستغفار وتسبيح، ثم ننام على الشق الأيمن مستقبلين القبلة، وبأمر الله عز وجل في خلال 21 يوم ربنا سبحانه وتعالى سيطهر العقل والجسد والقلب من اللمس والمس والأسحار ومكائد الشياطين بأمر الله عز وجل. ولكن احنا نعتقد اعتقاد جازم في أن الشفاء يأتي من الله، وأن هذا كلامه المعجز، وأن هذا الكلام يحرق الجن والمرضى والأبالسة، وأن كلام الله عز وجل يقطع الشياطين ويململهم، وليس لبشر دخل فيه، لا محمد ولا غير محمد. أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع، والله لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع، ولكن ليس لي إلا الله والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنا أقول لأختي أم نغم بتقول لي 7 سنين وسمعت الرقية ما تأثرش فيه، لابد ان انت يبقى لك اذكار يوميه للكل، لكل اللي زي ام نغم بيحصل لها لا اله الا الله 100 مره صباحا ومساء، الاستغفار 100 مره صباحا ومساء، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مره صباحا ومساء، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صباحا ومساء 100 مره، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة صباحا ومساء. ده لو إحنا لزمنا الأشياء دي ربنا هينجينا. سلام عليكم شيماء. سلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ أمور يا ست الكل. انت قلت دلوقتي كنت بتقول اللي اتفق من شوية بتقول لها سجلي الرقية واسمعيها يعني حطي ايدك في الماء، يعني ينفع اللي غير ما أقرأ أنا؟ يا ريت لو انت تقرأي وحافظه الرقيه اقرأيها يبقى حاجه جميله جدا، ولكن انا بقول لاختي اقراها ببقي ولا اسمعها في وداني كده؟ لو انت حافظاها يا اختي شيماء فقراءتك افضل. لو انت حافظاها تضع يدك في الميه ونفسك في الماء وتقرأيها هذا افضل، ولكن اقول لاخواني اللي ما مش حافظين الرقيه بالترتيل. ولكن عايز اقول لك برضو، عايزك لما تقرأي الرقيه يا اختي شيماء ترتليها بطريقتي، بالطريقه اللي انا ارتلها، لانها طريقه مؤثره في عالم الجن اللي هي المدود الصحيحه، ان ادي للمد حقه في المد ولكل حرف مخرجه، فبالتالي هذه القراءه المحكمه الصحيحه بمدودها الصحيحه تؤثر في الجن. انت معايا؟ ماشي. انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضلي. انا بحس، انا كنت يعني انا ما بحسش بحاجه لما اسمع القران ولا حاجه، بس ايه كنت يعني بحلم دايما كده مثلا حد بيجي وراي كده مثلا مش قادره في مشكله وانا عايزه اتكلم مش قادره اتكلم، الله يرحم مشوار مش قادره امشي كده، دايما احلام كده. نعم. طب انت قبل النوم قبل النوم يا شيماء، قبل النوم بت 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 بتبقى نايمه على وضوء ومصليه ركعتين لله ومستقبله القبله والذاكره لله؟ طيب بقول لاختي شيماء، هي بتقول ان انا دايما احلام مزعجه ومفزعه، وزي ما يكون حد قافل فمي ومكتفني، الحاجات دي بتحصل برضو كثيرا جدا، ولكن والله لو قرانا ايه الكرسي بيقين على وضوء ومصلين ركعتين لله ومستقبلين القبله ونايمين على الشق الايمن، وقرانا ايه الكرسي 3 مرات او 5 او 7 وأواخر سورة البقرة والمعوذتين لن يمسنا سوء، فاصل ثم نواصل. نستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. سنعود.
مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية، عيادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، علاج حالات الإجهاض المتكرر، جراحات أمراض النساء، إزالة الالتصاقات والأورام الليفية باستخدام المناظير. العيادة النسائية للطب وتجميل الأسنان دكتورة مها الطنطاوي. التبييض الدائم للأسنان. العيادة المتخصصة لأسنان الأطفال. التركيب التقويم الشفاف، تركيب أحدث أنواع الأسنان الثابتة والمتحركة بدون معدن. مركز المرأة والرجل 37 شارع الجيش القاهرة. عدنا. اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أحبتي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أختي شيماء، أختي في الله، تسألني أقرأها أنا على نفسي؟ طبعا شيء طبيعي، وأنا دايما بقول